طبونا الحساب. وين فلوس؟ ما اعطيتينا يا جماعه. بابا قبل ما نبدا لا تنسوا تحطوا زر اللايك يا بابا، لان اللايك ايش قلت لكم يخلي المقطع مبتسم. يكلي على الاسعار الرخيصه، عبالي اللي هو الشعر حق بيلي ايليش. ويت في محجبي كون اقول في الفيديو يا بابا. قبل ما نبدا الفيديو راح اشرح لكم عن الجليتش. ظلمت بابا ايش فن الكام هنا، انت خسرتي ام وكذا كملتي يعني. يا جماعه كنت طبعا راح اشرح لكم الجليتش بابا. بنات جاهزات على الجليتش؟ يمدكم تروحون الدورم روم، لكن انا بسويها هنا. بنات سووا هذا العلامه بما انكم في ار، سووا هالعلامه اللي هو تطلعون ايموجيات ونزلوا تحت حبه، وبعدين تحت يسار بيطلع لكم هذا الصفحه. كل اللي تسوونه انكم تروحون مثلا تكونون بهذا الطريقه، تروحون لجسم الكامل وبعدها تروحون للفيس وتروحون للماوث وتروحون لفمكم، تضغطون ادجست وتكبرون الفم بهذا الطريقه. حتى الان سوينا الخطوه الاولى بابا، خلينا نضبطها. سوي دن ياب إيه؟ اوكي سوي دن، كلمه دن حطي. سوي كلمه دن، سوي دن دن دن. اوكي بعد ما صبنا نفخات اللي تبيس. طبعا يا جماعه لا تلوموا راسنا صار روبلوكس وكذا، فقط لدواعي الشرح بوبي. الحين في خطه تقدرون تسووها يا في الريك سنتر او اي ماب ثاني، بس اهم شيء يعني ما ادري صراحه تغيرون بين ماب وماب. فاللي انا والبنات بنسويها انه راح نروح الخاص هنا كل شوي، كل ما ندخل ماب مره ثانيه نسوي هنا، ندخل تقريبا 3 مرات إلى 5 مرات واكثر يعني عادي. خلونا نجرب نروح الحين اول انستنس. حلوين بنات يلا ليتس جو. الحين بنسوي اللي هو المره الثانيه، نروح ذس روم نروح هنا. اوكي ضبط من المره الثانيه ضبط. شوف فمها كيف كبير وشوف فم هذه كيف كبير. الحين هل نرد للجسم العادي؟ ياب رجع الجسم العادي بنات. الحين شو بنسوي؟ نسوي كذا بعدين نسوي دن. اسف صامي موية يلا بسم الله بنات جاهزات نروح نفجر المجتمع. طبعا يا جماعة بما ان احنا فاضيات جايين نشتغل نجمع لنا شوية بولوزة بابا. تخيلوا فمها يتحرك وبيتي جت الجلتش. يا جماعة شفت الجلتش اللي صوتي قطع كذا؟ هذه ما صوتها ما يطلع بالغلط، ما يطلع عادي. برايفت برايفت بنات، ليتس جو برايفت برايفت بنات. اليوم نحن راح نشتغل بسم الله عليكم ومن هنا نستعين. فمن يبغى يشتري مننا منيو؟ وعليكم السلام. تبين فلوس؟ تبين فلوس؟ ما في فلوس حبيبي، ابي نبيع اشياء. هذا شو هذا؟ هذا شكشاك، هذا دجاج. عبالي شكشاك. الو الو ابي اطلب. الو اوكي اوكي والله والله اسمع، شو شو تبي تطلبين؟ شو تبي تطلبين؟ تبين هذا واحد ديو؟ ايوه وبرجر وشيكين. أيوة. هذا برجر، هذا أوكي. برجر خذي شوفي هذا برجر. طيب وعندك الديو وعندك هذا، كلهم كم؟ 2000 سعره حراريه، سعرهم 100 درهم لو سمحتي ادفعي. اوكي طين يلا تعالي تعالي حق زبون ثاني تعالي جيب. اسلمي اسلمي. ابى برجر أيوة. وابي دياي وابي ديو. ولا همك الان شوفي الدمبلة. يلا يا بنات دخلوا دخلوا اغراض بنقفل الحقل. تعالي تعالي ما عندنا غير البرجر. تعالي داخل امسكي امسكي جيبي داخل. لا 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 ما عندنا غير البرجر، دخلي داخل. نحن اخذنا منها 150 زيادة، خلينا نعطيها برجر مجاني. لا ما عندنا غير هالثلاث اشياء، قاعدين نقص على الزباين كل شوي نقول نجيب نسحب نجيب نسحب. احكم لا تروحون هالمطعم لان غشاشين حرفيا. خلصنا شغلنا والحمد لله نحن رايحين باجازة مرضية. يعني قال لك يراضوني. ديو متي صراحية وخربان. لا 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 صدقي شوفي 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 انا الحين بقول لك انا بعطيكي سفر مجانا الى الجنة. متكي عليكم البتكي عليك. سفر مجانا الى الجنة فاسوي فغمضي عينك. لا لا تخيلي. لا لا صدقي. يلا يلا معنا غمضي عينك بس غمضي غمضي عينك غمضي ارفعي راسك جيبي 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 يلا شق 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 بس قامت. يلا يلا يا جماعة شوفوا اذا الزبون صحى على طول اضربوا الشوكة. يعني يعني هي قالت حق اهلها، هي قالت حق اهل الزبونة طلعت نص الليل تشتري لها اكل. بس شوفوا نتيجتها صارت كأنها خرف العيد. اقول لك جيبي لها دجاجة بتصحى ما بترفعي علينا قضية صح؟ سويت لا جيبي لها دجاج معي. روحي روحي. أبوبي طبعا قبل 5 سنوات جيت هنا صرت كنت أشتغل، بس الحين خلاص طلعت فأنا رايحة أطلب حق أمي. أيوة شوفوا كيف والله. اسمع صفر أخوي
والله اسمعي اخويا ترى انا بنت، احترمي نفسك فاهمه ولا لا؟ احترمي نفسك ابو بويه، ما علينا اهم شيء البطن. انا محتاجه، انا ابغى هذه، انت روحي هناك. لا حبيبي شو تبين؟ انا ابغى اخذ 2 ديو لان امي تنتظرني في السياره، ما ادري امي سرقت مع السياره هي اللي موجوده بس يلا مع ابغى برجر يكون فيها كيلو جبن حرفيا بس هذه تحتاجين بس خلاص تم يلا انتظركم هنا. اوكي معليش انا مره متحمسه للاكل يا جماعه والله حرفيا. طب وين الحساب؟ وين فلوس؟ ما اعطيتينا. طيب ما عندي. واحنا اصلا ما حسبناه، ما قلنا لك تعطوني ولا لا؟ خلي تاخذه، خلي هذا المحروق. اوه صح، هذا الخربان اصلا اللي من سيدي. سمعت شيء انا؟ عادي حبيبي بالعافيه. عشانك ما دفعتي. شوفي هذا عرض خاص حقك. بنات والله ما لكم داعي يعني حرام يعني جايه جوعانه يعني على الاقل اعطوني ديو واحد. او يعني قال لك بتاكله فرت شيء وخاص كملت حياتها. ان شاء الله ما يكون سم يعني وزي كذا. ام اللي ماده العلمه ماده قلبوسه دي بالغلط. اصلا مو كانت معايا. You've reached your limit on talking. Shut. ترى اللي ما يسوي لا. شو إيمي لا جاي؟ ما راح يحب. جماعة لا تنسوا صلاة الرسول عليه الصلاة والسلام أبو بي. ليش ما تصلي على الرسول أبو بي؟ طعي فيتكم ولقاكم إن شاء الله مقطع جاي. باي باي. يفيتكم. يفيتكم. ماما يفيتكم.